السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي ومتابعي قناة الصيد والمقناص، عشاق الصغور والطرح أينما كنتم، حياكم الله جميعا، طبتم وطاب يومكم كل خير. وقبل أن نبدأ أتمنى منكم زيارة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس لنستمر وإياكم بكل جديد. أحبتي أتمنى منكم أن يصل هذا المقطع الفيديو إلى 300 لايك دعما لنا نستمر وإياكم. سوف أقوم بنشر سلسلة عن جميع الطيور التي نحتاجها أو نستفاد منها في الصيد والطرح لصيد الشاهين والطير الحر أو كما يقال الطيور الثمينة. أخوتي وأحبتي، كثيرا من المبتدئين الذين دخلوا هواية صيد الصقور لا يعلمون ما هي أسماء الطيور وما هو القرض منها وأين تتواجد وطرق صيدها، فكثير من الأخوة يتجاهل هذه الأمور أو لا يعرفها، والكثير منهم أيضا يتساءل في الردود والتعليقات. وبنفس الوقت نجد أن هناك كمية من الاستهزاء باتجاه هؤلاء الشباب الذين دخلوا حديثا أو كمبتدئين هواية صيد الصقور. أخوتي لا حرج، فكلنا لم نكن نعلم هذه الهواية، فعبر التجارب وعبر الخبرة وتعلمنا من الصقارين ومن الأشخاص كثيرين ومن قنوات ومن أشخاص يشرحون لنا طرق الصيد حتى وصلنا إلى خبرات كافية وتعلمنا. فجميعنا لم يكن يعلم كيف طرق صيد الطيور وكيف يتم صيدها وكيف تتم هجرتها، فلا صدد ولا حرج في هذا الأمر. هذا الفيديو سأوضح فيه للأخوة المبتدئين الذين دخلوا هواية صيد الصقور، وبنفس الوقت سوف أقوم بنشر سلسلة لجميع الطيور والقرض منها وكيفية اصطيادها وأين تتواجد وأين تتكاثر. على خيرة الله نبدأ، حياكم الله، ونبدأ بأولى الطيور التي هي لا يوجد حلال للمقناص إلا بوجودها، طائر الباشق، والذي له مسميات عديدة في جميع البلدان، وبعض الأحيان في نفس البلد له مسميات كثيرة. طائر الباشق أو الشرياص أو النصص أو البشراقة أو صقر الجراد أو العوسق أو الشبوط أو بعميرة، هذه جميع الأسامي لطائر واحد ألا وهو الباشق المتعارف أكثر شيء أو العوسق. كما ذكرنا تختلف تسمياته من بلد إلى بلد آخر، حتى بنفس البلد أحيانا يجد له عدة أسامي. سنركز جميع الأسامي للمعرفة وحتى كل مبتدئ بهواية الصيد يتعلم. إن ذكر أسماء أخرى له اذكروا ليها في التعليقات حياكم الله. يتواجد العوسق أو الباشق على امتداد واسع في أغلب القارات، فيمكن إيجاده في أوروبا وآسيا إضافة إلى أفريقيا شمالا وجنوبا ما عدا المناطق الأكثر قحطا على طول الصحراء الكبرى، فيمكنه العيش في بيئات جدا مختلفة بدءا بالجبال والسواحل وصولا إلى القرى وحتى المدن الكبرى، ولكن يفضل بشكل خاص المناطق المفتوحة أو المشجرة قليلا مع العشب الطويل والشجيرات المنخفضة مثل المروج والسهول والحقول المزروعة والأراضي الرطبة مع بعض القطاع النباتي نظرا لتواجد الطرائد بوفرة. يتغذى العوسق على الفئران والجرابيع وصقار العصافير والسحالي والحشرات مثل الجراد. طرق صيد العوسق، بالنسبة لطرق صيد العوسق ليست بصعبة وليست بالأمر الصعب، كل ما تحتاجه هناك ثلاث خطوات أو أربع خطوات سوف أذكرها لكم بالترتيب لطريقة صيد العوسق. أسهلها هي القبة أو القفص. القفص أي قفص صغير كنت سوف تصنعه على يديك أو تشتريه من السوق، وتضع عليه فوقه الشبك الخاص أو كما يسمونه العيون، عيون الشبك فوق هذا الشبك القفص، ووضع أي عصفور بداخله، يكون عصفور صغير والأفضل أن يكون عصفور الدوري
أو العصافير الصغيرة أو وضع به فار، والفار أيضا فريسة جدا يحبها الباشق. ووضعها أينما وجد طائر الباشق سواء رأيته في السهول أو على الأشجار أو على أعمدة التوتر العالية، تضعه في الأرض أينما كان بعيدا عن الزحمة والبشر وتركه ومراقبته، أو تركه لبعض الساعات وترجع إليه تلاقيه صائد. الطريقة الثانية هي طريقة النوجة أو الكوخ. سوف نضع بكل طريقة مقطع فيديو مقابلها يوضح لكم كيفية الصيد. طريقة الكوخ أيضا جدا سهلة ولا تحتاج إلى الأمور صعبة، هي كل ما هنالك أن يتم وضع الطعم ووضع فخ يسمونه قلاب، ووضع العصفور مقابل الفخ وربطه بخيط إلى الصياد، ويكون هناك الصياد مجهز حفرة أو مجهز كوخة أو نوجته ومغطيها بقطاع تمويهي كالأحجار أو الشجر أو أي شيء يموه كي لا يراه الطائر، ويتم صيده بطريقة سهلة. أما الطريقة الثالثة هي طريقة النقل، هي أن يكون لديك باشق سابقا ووضع البرقع الخاص على رأسه أو تقطيبه، التقطيب يعني تخيط العينين ووضع لزيق شفاف أسود فوق العينين وربط الرجلين مع بعضهما البعض، ترك مسافة بين الرجل والرجل بما يقارب الأربع أصابع وما يسمونه الأخوة الصيادين السبوك أو السبق، ووضع الطعم. الطعم هو النقلية. لماذا سمي النقل؟ لوجود النقلية. النقلية هي عصفور مجفف ووضع عليه العيون أو الشبك الخاص وربطها ووضعها بين رجلي الباشق بالسبوك ترتبط، ويتم تطير الباشق بمساحات من الأراضي الواسعة، ويطير الباشق في السماء، فيكون هنا الباشق في حالة كأنه صائد عصفور. عندما يراه أي طائر سواء كان باشق أو شاهين أو طائر حر أو أي باشق كان في المنطقة أو أي طائر جارح من الصقور، يتم القضاض على الباشق وضرب النقلية، ويكون هناك الشبك كما قلنا المخصص في النقلية الذي يتم صيد الباشق أو أي طير به. هذه الطرق جدا سهلة ولا تحتاج أيضا من الصعوبة. هناك طريقة أخرى أيضا، أن تمسك عصفور وتربط عينيه بلزاق أسود وتربط خيط بما يقارب الشبرين والنصف أو شبرين وأربع أصابع، ويتم عقد هذا الخيط بعدة عقدات متتالية، بين العقدة والعقدة هي ثلاثة أصابع متقاربات، ووضع سنة أو عزقة بنهاية الخيط وربطها جيدا. وعندما ترى الباشق ترمي العصفور الذي مربوط بالعزقة أو الصمنة، فيتم الباشق الانقضاض على العصفور وشيله، من ثم طيران به، فأي حركة في السماء فهنا الباشق يرى أن هناك أمر غير صحيح، يختل التوازن به، فيقوم بتحريك نفسه أو قلب نفسه لكي باعتقاد نفسه أن يتم التوازن بعد هذه الحركة، فبهذه الحركة يتم لف الصمنة على الباشق ويتم اصطياده بشكل أيضا سهل. يمكن التمييز بسهولة بين الأنثى والذكر، غالب الأحيان تكون الأنثى أكبر من الذكر بالشكل والحجم، ويكون هناك الذكر بما يقارب أضعف من الأنثى بـ 150 إلى 200 غرام. موسم تكاثر العوسق، أنثى العوسق تطعم صغارها داخل العش، ولا يمكن تحديد
بدقة موسم التكاثر جدا متغير حسب المنطقة التي يعيش فيها الطيور وتوفر الغذاء، لكن يمكن رصد الطيور تتكاثر في فصل الربيع أو بداية موسم الجفاف في المناطق الاستوائية. أخوتي، الغرض من الباشق والاستفادة من الباشق، فجميع الطواريح أينما كانوا لا يحلو لهم المقناص أو الصيد إلا أن يتواجد معهم طائر الباشق. فطائر الباشق المهمة الأولى له هي الرصد، أو كما يسمونه الأخوة الطواريح الرادار، فهو يكشف لك. فسبحان الله، الله عز وجل وضع حاسة النظر قوية بشكل لا يتصور في الجوارح جميعها. فالباشق لديه درجات كبيرة عن الإنسان، يرى بها الأشياء من بعيد لا يراها الإنسان نهائيا. فعندما تضع الباشق أمامك وتربطه بحجر أينما تجلس وأنت في المقناص، تضع الباشق أمامك. كثير من الأخوة الصيادة وأخوة الطواريح لا ينظرون في الدربيل المخصص للنظر لكي يروا، بل يضعون الباشق أمامهم وينظرون على الباشق، فأينما احترف الباشق إلى السماء أو إلى اليمين أو اليسار ينظرون باتجاه الباشق أينما كان ينظر، فيجدون شيء لا محالة، سواء طائر باشق أو طائر جارح أو أي شيء من الصقور. فهذه الطريقة المهمة لوظيفة الباشق. الطريقة الثانية هي النقل، والنقل كما ذكرنا لكم أخواتي، سأضع لكم فيديو خاص أو صورة توضح لكم النقل. ما هو النقل؟ النقل هو الباشق ذاته يتم وضع برقه على رأسه، أو يتم تخيط عينيه، أي كما يسمونه الأخوة تخيط الباشق أو تقميطه بإبرة وتخيط عينيه ووضع لزاق. النقل يتم رميه حر طليق ولكن لا يرى، يتم طيران النقل بشكل دائري أو ارتفاعه في السماء، ووضع نقلية خاصة بين قدميه. هذه النقلية هي أي عصفور مجفف أو أي ريش يتم وضع عليها الشبك المخصص العيون، ويتم رمي الباشق وكثيرا من الطرح الشواهين ومن الطيور يتم على الطريق النقل. النقل كما ذكرنا أخوتي هو طائر صغير، وأي طائر أكبر منه حجما يراه صائد عصفور. هناك الحيوانات جميعها لديها الغريزة أن القوي يأكل الضعيف، فأي طائر يرى الباشق يا حامل العصفور، هو ليس حامل العصفور ولكن فخ، يتم القضاض عليه وضرب الفخ أو العصفور المجفف، فيتم اصطياده بكثرة يتم عند الصيادين وعند الطواريح جميعا الصيد الشاهين أو الطير على النقل. وأخوتي جميعا أينما كنتم، لا حرج عندما يكون هناك إنسان أو شخص لا يعلم ما وظيفة هذا الباشق أو كيف يتم اصطياده، وعندما يسأل سؤال الواجب علينا أو الواجب على كل شخص يعرف أن يقوم بتعليمه. هذا ما كان عندنا اليوم، طبتم وطاب يومكم بكل خير. كما ذكرت لكم سوف أقوم بنشر سلسلة عن جميع الطيور التي يستفاد منها في الطرح وصيد البواشق وصيد الشواهين وصيد الطيور والصقور بكافة أنواعها. قبل أن نختم هذا الفيديو، أتمنى منكم زيارة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس دعما لنا نستمر وإياكم.